ونروح لفيديو يعني يمكن يكون كتير من حضراتكم شافوا هذا الفيديو اللي تداول بشكل كبير جدا جدا خلال الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده تم تسريبه من روسيا من الكرملين خلال زيارة أردوغان الأخيرة، واللي بيوضح طريقة إذلال الرئيس الروسي بوتين لأردوغان بعد ما سابه واقف هو والوفد المرافق ليه بشكل أي حد هيشوفه أو هيشوف الفيديو هيعرف إنه كان متعمد، لأن أردوغان ووزير خارجيته والوفد الدبلوماسي التركي زي ما حضراتكم شايفينه كده كان محبوس في أوضة زي ما حضراتكم بتشوفوا الفيديو. وطبعاً بيتم تفتيش شنط المرافقين ليه، وأردوغان كان واقف مستني الأمر أو الإذن من موظفين الكرملين علشان يدخل على الرئيس بوتين، لدرجة إنه تعب من الوقفة أو من الانتظار فرح قاعد على أقرب كنبة قابلته، برضو ده حضراتكم هتشوفوه، وأول ما فتحوا له الباب جري على بوتين على طول. الفيديو ده طبعاً أكيد بيوضح حجم الرئيس الروسي بوتين الحقيقي، وكمان بيوضح حجم أردوغان الحقيقي برضو على المستوى الدولي. ودي مش أول مرة يتعمد فيها الرئيس الروسي تجاهل أو إهمال أردوغان، لكن واضح إنه يعني مش عارفين. خلينا ناخد على التليفون معانا الأستاذ محمد ربيع الديهي الباحث والمتخصص في الشؤون التركية. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير على حضرتك يا استاذه اسماء وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني حضرتك اكيد شفت هذا الفيديو المتداول واللي الحقيقه انتشر بشكل كبير جدا خلال الساعات اللي فاتت، وطبعا من الواضح انه هذا الفيديو تم تسريبه من الكرملين وتصويره هناك، واللي هو بيوضح الطريقه اللي تم التعامل بيها مع اردوغان يعني داخل الكرملين وموظفين يعني الروس، وهو بينتظر الرئيس الروسي بوتين، ولما تعب من الانتظار راح قاعد على كنبة، وطريقة التفتيش والمشهد اللي حضرتك شفته، تحليلك وتعليقك إيه على هذا المشهد؟ في الواقع يعني تحليلي أو تعليقي على هذا المشهد لا ينفصل تماما عن الواقع اللي موجود، اللي هو بيؤكد أن تركيا أو أردوغان لم يعد له وجود دولي، بل أن الجميع بات ينبذ هذا الشخص وبات يعامله بأسوأ الطرق وأسوأ الأساليب، ليؤكد كل يوم أنه ليس بالشخص المؤهل لقيادة تركيا وأنه ليس القائد الأفضل لتركيا. ليست المرة الأولى بالمناسبة أن يعامل أردوغان مثل هذه المعاملة، بل كثيرا جدا ما أدرت له بعض القادة الغربيين ظهرهم ولم يتعاملوا مع أردوغان. كل هذا نتيجة سياساته أو أفعال أردوغان، لكن الأهم هو في تسريب هذا المقطع الفيديو وخاصة خروجه من الكرملين. هذا المقطع حينما يخرج بهذا الشكل هو رسالة واضحة للعالم كله أن ما حدث مع أردوغان أو ما تم من اتفاق مع أردوغان إنما هو تم وفقا لأهواء روسية ووفقا للرؤية الروسية وليس وفقا لما يتحدث عنه أردوغان أنه حقق إنجاز أو غيره، بل أنه فشل من أردوغان جديد أو توج بفشل جديد نتيجة يعني عدم استطاعة تحقيق أي شيء على أرض الواقع. وهو أيضا تأكيد على أن الفاعل والمحرك الرئيسي الآن لتركيا هي باتت روسيا وليس الدول الغربية، وهي أيضا رسالة ليس فقط يعني للعامة وإنما رسالة أيضا للدول الغربية أننا لسنا نعتني أو نهتم بهذا الشخص كثيرا كما أنتم يعني ترون أو غيره. هذا الشخص لا ليس يعني في وسعنا أن نثق به، وإنما يجب أن يعامل هذه المعاملة ويجب أن يكون منبوذا حتى من جميع الدول. خروج هذا الفيديو أيضا يؤكد على طبيعة العلاقات بين أنقرة وموسكو، والتي تؤكد على وجود تدهور حاد في هذه العلاقات وبعد بين الطرفين، خاصة في ظل يعني الأفعال التركية في إدلب والذي أزعجت روسيا كثيرا برغم ربما نقول يعني حضرتك بتعني التعامل مع الملف السوري. بالضبط، التعامل في الملف السوري والليبي ايضا، يعني جميعنا نعلم الموقف الروسي في ليبيا، ولكن نكون اكثر وضوحا هو الملف السوري الاكثر ازعاجا لروسيا الان من الملف الليبي. لذلك يعني ربما هو رساله واضحه اننا
لن نتعامل مع تركيا بهذا الشكل، وأننا سنظل مستمرين في الضغط على تركيا في المستقبل، ربما يكون حتى الاتفاق الذي خرج أو غيره كان له شكل أو يعني يرغب في الضغط أكثر على تركيا وعلى الأوضاع هناك وعلى أردوغان، ليؤكد للعالم أن روسيا لن تتخلى عن شبر واحد من الأراضي السورية. وربما كان أيضا تصريح أردوغان بالأمس أنني لا أطمح في يعني أخذ أرض سوريا أو احتلال أراضي من سوريا، هو نوع جديد من نظرات تركيا والتغير في الحديث التركي، والذي يؤكد أن بوتين يعني ربما يكون عنف أردوغان كثيرا وتحدث مع أردوغان حول أن سوريا لابد أن تعود كاملة، وعليك أن تتخلى عن هذه الأطماح والطموحات في سوريا والحلم التركي في سوريا. طيب استاذ محمد، حضرتك يعني كنت بتوضح يعني انه هذه الرسائل او المضمون اللي احنا ممكن نخرج بيه من تسريب هذا الفيديو او هذا المقطع من داخل الكريملين، والحقيقه انه كان في تركيز في هذا الفيديو على ملامح ووجه اردوغان ووزير الخارجيه التركي والوفد المرافق ليه، يعني وبعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بيحللوا هذا، يعني هذه الانطباعات او ما يطلق عليه تحليل لغه الجسد، وهذا الشكل اللي بدا بيه اردوغان داخل الكريملين. يعني في الواقع يعني حتى تحليل لغه الجسد لهذا في هذا الوضع او غيره يؤكد مدى يعني الضجيج والضغوط التي مورست على اردوغان، وان اردوغان كان منزعج او ربما يكون يعني كانت المعامله غير لائقه بشكل اكبر من ذلك. يعني ربما ما عرض في هذا المقطع هو جزء من كثير، ربما يكون تعرض ايضا لمعامله اكثر من ذلك، يعني فيها نوع من الاهانه كرئيس الجمهورية أن يعامل بمثل هذا الأسلوب أو غيره، ويعني عبر كثيرا عن هذا الشيء، تعبيرات الوجه التي كانت موجودة عليها والتي كان يبدو عليها الغضب كثيرا من الأفعال المتواجدة، وربما أيضا حركة الجسد وجلوسه الذي يؤكد أنه يعني عانى، ليس يعني ربما يكون الفترة التي كان يقف فيها وقف قبل ذلك فترة أخرى وفتش مرة أخرى أو عمل بطريقة أخرى، لأنها يعني كنا نتحدث عن 5 دقائق وقوف أو غيره، هي مؤشر آخر. وإن كان المقطع يعني هو الوحيد ولم يعرض أردوغان يعني عمليات تفتيش أخرى أو غيره، فهذا يدل أيضا أن الرجل ربما يكون مصاب بمرض أو شيء معين يحتاج أيضا نظر من جديد أو يعني إعادة تحليل أكثر دقة في هذه الأمور والنظر بالأمور أكثر دقة. وتؤكد أيضا يعني الأوضاع أن أردوغان مورس عليه ضغط قوي يعني من الجانب الروسي. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ محمد ربيع الديهي، الباحث والمتخصص في الشؤون التركية.